يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعد أحداث الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم والرسوم التي كانت في السابق، قال أحدهم: يا رسول الله سامحنا، لم نقم بالواجب في الدفاع عنك، فما حكم هذه المقولة وهذا الدعاء؟ هذا كلام باطل، ألا يجوز أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلب منه المسامحة؟ هذا لا يجوز، هو كلام باطل، عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله ولا يعود لمثل هذا. نعم.